صورين كانت نشرتها كتائب القسام لاستهداف دبابة إسرائيلية. لا أعرف إذا كنت حضرتك تتابع الهواء معنا، ولكن سنتابع هذه الصور ونعود لحوارنا. بجد مصدق ومن خلفي مصدق صاروا شينهم هم ناصرون. إذن هذه الصور تبعناها تنشرها كتائب القسام تباعا، يعني بالأمس أيضا كان في فيديوهات كثيرة نشرتها لعمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة بريا.